والدكتورة لمية فودة مدير عام إدارة الجودة والاعتماد، وكل منصة وأستاذنا الدكتور وليد والدكتورة أروى والدكتور أحمد وكل منصة الكريمة. خالص تحياتي لحضراتكم. في البداية يعني المؤتمر ده المؤتمر الثاني للزمالة المصرية، يعني خدنا عهد على نفسنا إن يكون عندنا زي الشركات الخاصة بتعمل زي حفلة ختام سنة وكده. مؤتمر الزمالة هو بمثابة حفلة ختام، بيبقى في الشق العلمي واللي بدأنا بيه وهنختم بيه، وفي في النص كده اللي هي الجلسة الافتتاحية اللي بنقول فيها إحنا فين وده الواقع. محمد نور الدين نائب رئيس رابطة الكبد والجهاز الهضمي. طبعا مؤتمر الزمالة الثاني مؤتمر مهم جدا في محافظة الشرقية، يعتبر من أهم المؤتمرات الزمالة على مستوى الجمهورية. المؤتمر الأول كان ناجح جدا وكان بيعتمد على تنمية مهارة الأطباء الشباب وإكسابهم المهارات العلمية والفنية اللازمة والتدريب العملي، وإحنا كرابطة الكبد والجهاز الهضمي داعم كبير لإدارة الزمالة بالشرقية ورئيسها الأستاذ الدكتور جمال الحفناوي، وبنحرص دايما على التدريب العملي والعلمي لأطبائنا الشباب. والمؤتمر الثاني بيتمثل في مشاركة كذا رابطة معنا من نقابة أطباء الشرقية، ومؤتمر ناجح جدا ومشاركة واسعة جدا من أطباء الشباب لتنمية الكوادر الشابة الطبية والعمل على التدريب المستمر وإسقال هذه المواهب. ورسالة وزارة الصحة دائما هي التدريب الجيد للأطباء للوصول للمريض المصري وطبعا الاهتمام بالصحة في مصر. احنا طبعا المهارات العملية كمناظير الجهاز، احنا كتخصصنا زمالة الكبد والجهاز الهضمي عملنا دورات عملية في المناظير على موديلز في النقابة. الطبيب في بداية حياته صعب يمسك منظار على مريض، بالتالي جبنا موديلز معينة كده كمجسدات طبية. الطبيب بيمسك المنظار بايده وبيحس بيه وبيدخل جوه الموديل، وبالتالي بنوفر عليه مشقة كبيرة جدا في التدريب او انه يسافر القاهرة للحصول على دورات مناظير، وده يؤدي الى صقل الجانب المهاري في حياة الطبيب. احنا عندنا كم طبيب في الزمالة ان شاء الله الواقع طبعا الزمالة فيها دلوقتي اكثر من 1000 طبيب موجود في محافظة الشرقية، والأعداد دي في الزدياد، لأن الزمالة طبعا برنامج رئاسي، منحة رئاسية للاستثمار في الجانب البشري وهو الطبيب. لذلك يجب طبعا تدعيم هذه البرامج اللي بتحرص على تخريج طبيب متميز. الزمالة المصرية تحت عنوان بين الواقع والمأمول. بين الواقع انا قلت هنعمل ايه وعملنا ايه في كانجازات خلال العام الماضي، والاستاذ الدكتور عبد السلام شلبي اتفضل وقال هنعمل ايه في المستقبل. العنوان ده كان له دلاله بصراحه، وكان معانا مجموعه من الشركاء زي نقابه الاطباء وزي جامعه كاري، وبصراحه احنا في المؤتمر او في المؤتمر قدرنا نجمع كل اطراف المجتمع الصحي داخل محافظه الشرقيه. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نعمل ده. احنا لنا عنوان واضح وهدف واضح جدا جدا في الزماله المصريه، هو الرياده في التعليم الطبي المهني محليا وعالميا. عشان نوصل ده كان لازم نمد ايدينا لكل الناس المشاركين معانا، جامعه وصحه وتعليم مستشفى تعليمية وتأمين صحي وتأمين صحي شامل. الحمد لله قدرنا نعمل ده في محافظة الشرقية وقدمنا منتج يا رب يكون نال إعجاب الناس النهاردة. احنا النهاردة بنشارك بثلاث جلسات علمية هيستفيد منهم الطبيب المصري في الغدد الصماء والسكر، في الجهاز الهضمي ونزيف الجهاز الهضمي ومشاكله وطرق تشخيصه والعلاج والجديد في العلاج، وهنختم إن شاء الله جلستنا العلمية الأخيرة بأمراض الكلى وتشخيص وعلاج بإذن الله. في مؤتمر الزمالة كنا حريصين ان احنا نكرم الناس المتميزة اللي تعبت معانا وقدموا مجهود كبير جدا خلال العام الماضي. كرمنا 3 من الاوائل على الجمهورية. الزمالة المصرية شهادة قوية جدا جدا جدا، وامتحاناتها مش بالسهولة ان في حد يطلع من الاوائل. احنا الحمد لله ربنا اكرمنا في السنة اللي فاتت بعدد 45 متدرب زمالة من 10 الاوائل في تخصصات مختلفة، منهم 3 الاوائل على الجمهورية. عندنا الدكتور احمد سعود الاول على الجمهورية في زمالة النساء، وعندنا الدكتورة مروة الاولى على الجمهورية في زمالة طب الأسرة، وعندنا مس الزمالة برضو فيها تمريض وفيها صيادلة وفيها علاج طبيعي، فعندنا مس سناء هي الأولى على الجمهورية في زمالة مكافة العدوى. إن شاء الله إحنا مؤتمرنا ده سنوي، نوعدكم إن شاء الله في العام اللي جاي هيبقى مؤتمر أقوى من كده بكتير، وبالفقر نعمله على يومين عشان نقدر نغطي كل التخصصات الطبية بإذن